مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الخميس 23 سبتمبر أيلول؟ اليوم القمر مرافقنا من برج الحمل حتى الساعة 1:45 بعد الظهر توقيت العالمي، يعني الساعة 4:45 المساء توقيت بيروت، بنتقل من بعدها لبرج الثور. الشمس مثل ما أنتم متابعيني صارت موجودة ببرج الميزان، يعني احنا هلأ بأول أيام فصل الخريف. كيف بده يكون نهارنا يلي مقسوم إلى قسمين في معظم بلدان العالم؟ منبلش مع برج الحمل. مواليد برج الحمل، وجود القمر ببرجكم نص النهار أمر جيد، أمر إيجابي، لأنه بيسمح لكم أنكم تكملوا نهاركم أو تبدأوا نهاركم بطريقة جيدة وقوية متينة وسريعة. فما تفكروا أنه بداية فصل الخريف مزعجة بالنسبة لكم، بالعكس بدايتها كتير مهمة ورح تعطيكم كل هالبوش لقدام. كلكم محظوظين اليوم، لكن ضلكم حذرين، كوكب المريخ يلي عم بيعكسكم من برج الميزان معقول يجذب لكم شوية تأثيرات انفعالية خلينا نقول، فكونوا منتبهين. مواليد 26-27 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. مواليد برج الثور هذا اليوم بيحمل وصول القمر لبرجكم. لحظة وصول القمر لبرجكم الساعة 4:45 بعد ظهر توقيت بيروت بتكون لحظة سعادة، لحظة فرح، لأنه رح تتغير المعنويات، رح بتصير كتير المعنويات قوية ومرتفعة، رح بيكون في تفاعل معكم من محيطكم من أجواءكم بطريقة ولا أروع من هيك. من الأيام الحلوة يلي صباحها منه هالقد ممتاز، لكن بعدين إذا بتأجلوا الأمور المهمة لوصول القمر لبرجكم بتعملوا عين العقل. إذا انطروا، ما تاخذوا قرارات قبل ما يوصل القمر لبرجكم الساعة 4:45 بعد الظهر توقيت بيروت. كونوا حذرين 4 و5 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء أنتم من الأبراج يلي لازم تنتبه بس لما القمر ينتقل لبرج الثور، لأنه بس لما القمر ينتقل لبرج الثور تدخلوا بهالمرحلة يلي هي مرحلة ركود، يلي أنتوا أصلا أشخاص كتير نشيطين فجأة تنصدموا بهالعائق أو هالفترة الزمنية اللي بتلاقوها كتير بليدة وكتير بطيئة، بتزعلكم شوي، تحزنكم شوي، لأنه ماشيين فجأة بصير شيء بتأخر، ناطرين شيء ما بيوصل، يعني بعض الأمور بتخربط حساباتكم. فكونوا حذرين ابتداء من الساعة 4:45 بعد الظهر توقيت بيروت، حضروا حالكم إلى فترة بسيطة من التأخير وشوية يمكن معاناة ونطرة، فانتبهوا، خاصة مواليد 25-26 أيار مايو. بنتقل لبرج السرطان. مواليد برج السرطان الجو اليوم يتحسن مع وصول القمر لبرج الثور. كل شيء والقمر ببرج الحمل، الأجواء شوي ضاغطة وشوي متقلبة، يعني معكم للساعة 4:45 بعد ظهر توقيت بيروت لحتى تضبطوا، تكون أعصابكم هادية وتتعاملوا مع الأمور برصانة وبنضج. فمن بعدها تحسن شوي الأمور وبتحسوا أنه ما في مؤامرة أو الأجواء منها هالقد مستحيلة مثل ما أنتوا مفكرين. الأكثر حظا اليوم رح بتكون مواليد 6-7 و8 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. مواليد برج الأسد كل نهار بعتبره حلو. القمر ببرج الحمل، القمر ببرج الثور، الشمس ببرج الميزان، كله أجواء حلوة وكل أجواء ممتازة بتساعد مواليد برج الأسد أنه يكون نهاره إيجابي، نهاره مثمر، نهاره قوي، ونهاره في حظ. هلا أوكي، لما القمر بيصير ببرج الثور رح تحسوا بشوية مسؤولية، لكن الجو ليس سلبيا. حتى ولو خطرت على بالكم بعض الأمور، حتى ولو صار في موقف معين، كملوا، ثابروا لتلاقوا الحل، لأنه الحل جيد جدا. ننتقل لبرج العذراء. مواليد برج العذراء الجو اليوم يتحسن مع وصول القمر لبرج الثور، مع أنه أنا كفلكية لأنه حتى وجود القمر في برج الحمل هو وجود إيجابي ومسرع للأمور عندكم. فكل هذا اليوم هو يوم جيد مهم بيساعد مواليد برج العذراء ليكملوا مشوارهم وليكملوا بشهرهم الثاني بسنتهم يلي هي بلشت طبعا بشهر سبتمبر او على عيد ميلادهم. اذا عم تنتقلوا لمرحله جديده ثانيه وبعتبرها ايجابيه، ما تعتلوها. الاكثر حظا 17-18 سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. مواليد برج الميزان يوم ممتاز لانه الشمس موجوده ببرجكم. هلا وجود الحمل برج وجود القمر في برج الحمل صباحا
يمكن يحسسكم انه شوي في ضغط اضافي بالشغل، لكن الجو ليس سلبيا، الجو مفعل للامور. احيانا الانسان بحاجه الى طاقه، لانه لما بيكون الانسان بليد ما بيطلع بيده شغل. فحضروا حالكم، هذا يوم فعال جدا جدا، مثمر جدا جدا وقوي، وبيشتغل لصالحكم. لكن لانه كوكب المريخ ببرجكم، كونوا منتبهين، بعدوا عن الانفعالات القويه وغير القويه. مواليد بعض المواليد مش كلكم، 28 ل 30 سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. مواليد برج العقرب، وجود القمر ببرج الحمل وجود جيد وافضل من وجوده ببرج العقرب ببرج الثور، ابتداء من الساعه 4 الى 3 بعد ظهر توقيت بيروت. وجود الشمس في برج الميزان هو وجود بطيء، ولازم تسمعوا الابراج الشهريه لبرجكم لتعرفوا ان انتم هلا دخلتوا في الجزء الثاني من شهر سبتمبر اللي هو بطيء جدا وغير فعال، بدكم تنتبهوا له. اذا بهذا اليوم الفترة الأقل حظا هي الفترة الممتدة بين الساعة 4 إلى 3 بعد الظهر توقيت بيروت لآخر المساء، فكونوا حذرين. كوكب الزهرة بيساعدكم، بيعطيكم الكثير من الحظوظ إذا كنتم من مواليد 6 7 و 8 نوفمبر تشرين الثاني. بنتقل لبرج القوس. مواليد برج القوس، يوم ممتاز قبل الظهر، ممتاز رائع للساعة 4 إلى 3 بعد ظهر توقيت بيروت، من أفضل الأوقات وأقواها حظا. بعدين الجو جيد مش عاطل، لكن الفترة الأفضل بنقي لكم إياها هي للأربعة إلى ثلث بعد ظهر توقيت بيروت. فبالتالي مطلوب منكم مواليد برج القوس، بما أنه نحن بنشتغل على الأحوال الفلكية على نوعية الوقت، ها هي نوعية الوقت الأفضل لكم. بعد الظهر والمساء الأجواء هي للشغل، ورح بيكون في ركض كتير، ورح بيكون في الكثير من العجقة، وبتحسوا حالكم انه ما عم بتلحقوا، انه الوقت قصير وما عم بتلحقوا، فحاولوا تنظموا اوقاتكم وانتبهوا على صحتكم. كمل مع برج الجدي. مواليد برج الجدي، الفترة الأصعب في هذا اليوم هي من الصبح حتى الأربعة إلى ثلث المساء أو بعد ظهر توقيت بيروت، هي الفترة الأكثر تعبا، الأكثر تحديا لكم بشغلكم، بحياتكم اليومية، مع أولادكم. بدكم تهدوا أعصابكم لأنه الفترة متقلبة جدا، فكونوا حذرين. الجو بيرتاح، بصير في دعم لكم، وبتزيد فرص النجاح ابتداء من 4 ل 3 بعد ظهر توقيت بيروت. ليه؟ لانه القمر بيصير ببرج ترابي صديق لكم اللي هو برج الثور. فنظموا وقتكم، رتبوا اعمالكم حسب هذا السيستم. كلكم محظوظين بعد الظهر والمساء. بنتقل لبرج الدلو. مواليد برج الدلو، انا بعتبر هذا اليوم ميسر ومسهل لأعمالكم، لأن الشمس موجودة ببرج الدلو ببرج الميزان، فاتحة الأبواب قدامكم. النشاطات، الاجتماعات، المؤتمرات، الزيارات، السفر، التواصل الحلو بشغلكم، بدرسكم. هلأ أوكي، لما يوصل القمر لبرج الثور على الأربعة لثلاث بعد ظهر توقيت بيروت، بصير في شوية ضغط إضافي، لكن ما تخافوا، كملوا، ما تهملوا شغلكم، الأجواء بتضل رائعة جدا بشكل خاص عند 12 و13 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. مواليد برج الحوت، هذا اليوم هو يوم بالنسبة لكم يوم احتفالي، لأنكم عم ترتاحوا وعم تنبسطوا مع انتقال الشمس لبرج الميزان. أجواء حلوة بترافقكم، أجواء بتدعمكم، أجواء بتعطيكم، أجواء ما بتزعجكم، وحتى في احتمال أنه اليوم مواليد برج الحوت تكونوا عم تتمتعوا بتأثيرات كوكب الزهرة يلي عم يبعث لكم إيجابيات من برج العقرب. فأوقلكم خاصة بعد الظهر والمساء. الأكثر حظا اليوم هي 5 6 7 و 8 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بقول له لمولود اليوم إنه بانتظاره سنة مهمة، هيدي السنة بتتركب فيها الكثير من الأمور يلي رح تحملكم نوع من اتفاقية جديدة وتحول وتغيير في اتفاقية عندكم إياها، مع احتمال أنه يكون في انتقال كبير من حقبة من مرحلة إلى مرحلة أخرى. أهم الأشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر شباط فبراير وحزيران يونيو. بدي أتمنى لكم يوم سعيد. إلى اللقاء. باي باي.